السلام عليكم سيدي. يا الولد عندي انا نات مات امو، ملي مات امو نات انا جيت واحد البنت الناس قايه تقول واش دخل المحل اوليدي الله يهديك، قال لك والو لا دخلتها نقتلها. شت عييت نط خرجني من داري مشيت كريت 3 سنين في فرار. ملي ويجي تهدد عليا في فرار راه عباد الله قاع شاهده ويتكرفس عليا، نت انا صبرت بقيت كاري دوك يهدي الله دوك يهدي الله ما بغاش يهدي الله. اليوم اتخرج هاد الدري ولدي كان دار لي مونتي، مشيت للدار قال لي ما تدخلش الوالد، ناض دار فوق وجه. مشيت انا خرج الدار جا ولدي مشى خلاني تخرج مشى داليه البوليس، عيطوا لي على راه فلان دا البوليس. علاش؟ قال ليه كيبيع الحشيش وهو ما كيبيعش الحشيش. فين كسيدي من الجيس تولي محكوم ولي نطلع لعند الوكيل ما خليت فين طلعت. الوكيل كيقول لي اش غندير لك ياك، هو ملي كيرفدوا لي الدوسي ديالي كنجي قال لي راه درت لك 12 شهر. قول لي خرجني ما خلانيش نخرج، قول لي خرجني قول لي خرجني. انا ملي خرج ملي جا الدري داني، ملي داني دار معانا هك داني لدار صحه لداري صحه، ولا داير معاه المعيد واحد النهار داخل انا وياه جا ضربو جرحو. فين درنا سفراتيكا؟ ملي درنا سفراتيكا جنا البوليس، البوليس ما داروا معانا والو، ما عرفت كيفاش نقول اش داير مع البوليس الله اعلم، ما كيديروا معانا والو. واليوم راه باقي معاه في الدعوه، الدعوه الثانيه الثالثه الرابعه انا في الخامسه درك. والبارح مشيت لعند البوليس قال لي سير نهار اثنين، عقبت عندهم نهار اثنين قال لي سير نهار خميس، عقبت عندهم نهار خميس قال لي سير ثلاث اثنين الماجد. ملي جيت ستو داوي مع هذا امي وقلت لك قال لي راه عباد الله هك شدني ضربني تتلحت ما عقلتش على راسي، بقيت ما غتا جات لي فلانس زاتني. مشيت درت فراتيكا جيت على البوليس انا باقي على البوليس. واليوم النظار القانون هي زعما انا باغي كنطالب منه يخوي لي محالي، يخوي لي محالي رانا ما خدام ما ردام ما تا حاجه، الغالب الله العشاء الله والغداء الله. والنامس من غير يامس كيجري كاع المراه بالحجر، يضرب فيها بالحجر يجاري عليها بالحجر، وما عندوش حق يجري كاع على مرتي بالحجر. وتحاماو عليها هي وخت المراه تا هي خوتها جات من عند دارهم وشدوا لقى مرتي، وما عندهمش قانون باش يدوا لقى مع ولادي. هو ولدي قال لي شديتها نقتلها، انا كنطلب منو يخوي لقى محالي، هادشي كنطلب منو انا. هذا الاب ديالي اللي مكرفس عليه، الاخ ديالي واحد التكرفيس اللي ما كيبغي الا الله لا عبده. وتقريبا كيفاش نقول عليكم، حيت دابا الوالد من جونا للدار الاخر محارب معايا. علاش محارب معايا؟ على قبل با ما ندخلوش لدارو، ودارو على 3 طبقات، وبار شناو كينوض مع 5 الصباح كيضرب شي مارق، نهار يجيب نهار ما يجيبش، وباغي هو الراحه باغي ما حالو يستافد منه وياكل منه شي يعيش. شحال باقي لهاد السيد هذا باش يعيش؟ شحال باقي ليه كاع؟ والاعمار بيد الله. وانا بغيت بو باغي هاي يكون مرتاح مع مرتو ويكون مرتاح ما حالو، اصلا انا ما باغي والو. واخا انا تكرفص عليا الاخ ديالي اللي تهزم ليا على ما حالي وجبد ليا حويجي لاحهم ليا على اساس باش نضربو انايا، ويصيفطني للحبس ويشد الوالد تكرفص عليه. ورغم ذلك عضيته في كلبي وسكت، ودابا حاليا انا ساكن مع جده موت الوالد وخواتاتو وخوتو اللي الله يفرشهم برده ويغطيهم برده، ساكن معاهم حاليا حيت مابقاش كندير الثقه. نقدر نتوقع من هذاك السيد اي حاجه، حيت هذاك عنده بحال قلتي واحد المرض مدمن، ولا مدخل مرتو ولادو وخوتو مدخلهم معاه. من نط انا دويت معاه قلت ليه فلان راه بغيت واحد البركه حق الوالده من حقي نطالب بها، قلت لي بغيت حقي ناخذو. قال لا تجيب لي عدد الموتى والوراثه، قلت لي انا ما نجيبش لك عدد الموتى والوراثه، قلت لي انا غادي نجيب با ومرتو يسكنوا في محاله، محل مولاه يجي يسكن فيه. جبت الوالده ما صحه، قال لي لا ما مشيتش، قلت لي انا اللي غادي نديك وانا معاك با حتى الموت. وكنقول فيها دابا وباقي نقولها، انا مع با حتى الموت، انا با كنبكي عليه هو حي، اما الا مات ما عندي ما ندير ليه، با نبكي عليه هو حي ونتكرفس عليه هو حي، واخا ما درت ليه حتى شي حاجه، وانا باغي ردة الوالد. اما خويا ما يعقلش عليا الا وقفت معاه،
من هو كيقول لي وقف معايا انا ندبر عليك انا نشري لك انا ندير لك لا دير ليا افعل ليا لا حليا الحجر من السطح هذا بغى يقشني انا من جاي داخل الدار لا حليا ياجوره من الفوق لا حليا والجيران كلهم شافوا كل شيء لا حليا تقريبا شي 50 ياجوره هذاك الياجور الاحمر من السطح كيقول لي والله دخلتي للدار ومع الخمسة الصباح تبعني هو الحديده تبعني هو الاخ ديالو هازين حديده وخرج الاب ديالي مع الخمسة الصباح سيروا سيروا ولا نفرقع عليكم بوطه هو تاكد تهددنا احنا ببوطة وفي الدروج بارك في الدروج وحنا بغينا وانا بغي انا اللي كنطلب من هذا هاد خويا هذا اللي انت قاعد تابع الطمع وراه واخا نعطيك الدار كامله ما اداش معاك وتا داك الكفل اللي تكفن به محاش واش تتصرف عليه حيت ملي نطلع عند مولاك راه ما ادي معاك حتى هذاك الكفل ما اديش وكنتمنى منك لك انت كتسمعني وكتشوف فيا اللهم تخرج بكرامه تخرج بكرامه من هذيك الدار حيت هذيك الدار الزاويه خلاوني انا الوالدين زاويين نجيو نطلعوا على وقت ما نهار ندربوا حنا كاملين الوالدين ندربوا مشات المراه لم ملي نمشي انا بيعوها ولا ديروا لها كما بغيتوا وانت اللي كتقول لبا سير فسد وما تجوج واش الله كيبغي هادشي والشريعه كتقول سير فسد وما تجوج الوالد راه مجوج بوراقه ومجوج حلال ومجوج بمراه صحراويه ما كتقول لي جيب لي ما كتقول لي شري لي ما هو العيشة معاه في الحلوة وفي الحارة ولكن باش تكرفسوا عليها وتكرفسوا على باق مستحيل